يا شباب اذا تبون تستقبلون والد عبد الرحمن العصيمي هذا هو عندكم. فهد والشباب مرحبا. هلا والله هلا استودعكم الله، اشوفكم بكره باذن الله تعالى. كيف الحال طيبين؟ كيف الحال؟ هلا والله هلا هلا والله يا وليد هلا مرحبا مليون. يلا حيا كيف الحال؟ حياكم الله. هلا 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 بالجوهرة. كيف الحال؟ تراني مقدم حرمي. يلا كيف حالك؟ طيب كيف الحال؟ هلا والله مرحبا يا راكان. يلا حيك. كيف حالك حبيبي؟ الله يحفظك. كيف حالك؟ عساك طيب. كيف صحتك؟ والله بخير الله يسلمك. كيف حالك؟ لا ندمت. كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف الحال؟ وش بك اليوم كذا؟ ايش بك كذا يا احمد؟ صرت كيف حالك؟ عساك طيب. كيف صحتك؟ والله كان عندنا مره صرت ما شاء الله عليك، صرت صديق حرميس انت. انا وحرميس وابو لافي. والله يلا ابو عنزي والله لك تحيه من طفل اظن اسمه اسامه. الله يرضى والله صحيح يسلم عليك كثير، يقول سلم لي على ابو عنزي. كيف حالك؟ عساك طيب. الله يحفظك. بس اهم شيء تصلح بين الشباب. اسهل بعد العصا خلاص. هلا والله يا اخي. كاني ما اقول محمد ازعج. سمعني سمعني. ها يا مرحبا. كيف الحال؟ يلا يا ابو حسن. هلا والله والله لا يضرك ابو حسن. ما شاء الله على صوتك. الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله. خلي الفاتك. هلا والله هلا والله طول عمرك. هذا كتاب الله. هلا والله. كيف الحال؟ طول عمرك. حيا الله برهون. كيف حالك؟ هلا والله سلطان. كيف حالك؟ عساك طيب. كيف الحال؟ سلمت. كيف الحال؟ طيب. كيف الحال؟ هذا مره ما شاء الله عليه جلسه حرميس فوق الجدار فيك. كيف الحال؟ حيا الله بخير. كيف اخبارك؟ عساك طيب. كيف صحتك؟ عساك بخير. بخير الله يسلمك. كيف امورك؟ عساك طيب. خير والله من انجبت. الله يحفظك. الله يحفظك ابو هير. الله يجزاك خير. بعض مما عندكم الله يحفظك. الله يطول بعمركم على طول. امين. الله يجزاك خير. انا استاذنكم بس انا المايك طاح من الدخوليه وعند الاعداد وقالوا تعال لا تاخر علينا. لا تاخر علينا. شوف هلا والله هلا 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 والله ابو سعد. كيف حالك؟ عساك طيب. كيف صحتك؟ كيف اخبارك؟ طيب. كيف حالك؟ طيب. كيف اخبارك؟ بشرني. كيف الوالد؟ طيب ان شاء الله. كيف حالك؟ الله يحييكم. هلا والله. كيف اخباركم؟ طيبين؟ والله اقسم بالله اقسم بالله اني مشغول، ولكن علشانكم جيت وكلفت. والله اقسم بالله تكلفت. والله العظيم. والله المتخالك علي. الله يحفظكم. اقسم بالله. الله يحفظكم. والله يعلم الله اني احبكم محبه كلكم زي عبد الرحمن. اقسم بالله. الله يحفظكم. بس كواسر كواسر ها؟ كيف حال محمود؟ خير يا بشر. كيف اخبارك؟ كيف الحال؟ طيبين؟ عساك طيب. والله خير ابشرك. كيف الاخبار؟ حرميس هذا الساير شاي شيء صار اشهر منكم ترى حرميس. يا حد طلع شيء جاب احد عبد الرحمن. هلا والله. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا اللي نقعد نشوف هذا تغير الشكل مو زي ما عندنا هناك. هذا خدم الكواليس. هذا اللي وقت الصلاة الظهر. لا والله الشاشة مطلعتكم شكل غير. ها؟ لا والله انتم كذا احلى والله. الله يقول كذا احلى. هناك هناك ابو عبد الرحمن. مرحبا الف. تعال يا عبد الرحمن. يا مرحبا والله بالحبايب. كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف الحال؟ والله بخير الله يسلمك. كيف حالكم؟ طيبين؟ الله ابشر كل شيء سر. والله الحمد لله. الله يحفظكم. كيف حالك؟ الله يطول بعمرك. ايش اخبارك؟ كيف اخبارك؟ يا اخوي تكفى انا طالب دام انك جيت انت انا بطلبك تكفى. عيوني الرجال مهدي كبك اربع ايام ما قد قال لي شكرا. يا ولد اشكر الرجال. ذليتنا بهذا الكبك. جمعي 10 كبكات. وزع عليك. يوم اخذته معي العموديه. ايوه فهد فهد يجدده. ايوه يجدده ليومك يا العريس. العريس هذا سوى له مشكله من البدايه. لا في ناس كانوا يهدونه. حبا هلا والله عبد المجيد. حبا وش بكم انتم اليوم دون مايكات؟ كيف الحال؟ لا عبد المجيد مايك خربان ومعي انا بودي. كيف حالك؟ حيا الله ابو سامي. كيف حالك؟ عساك طيب. كيف صحتك؟ طيبين؟ كيف اخبارك؟ الله يطول بعمرك. والله بخير الله يسلمك. الله يبقيك. كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. امورك خير ابشرك. كيف حالك؟ طيب انت؟ بخير ابشرك. انا ساحب مايك عند ابو سامي. ايوه كان في تصرف انا عمده وفي من حقك. اي من حقك من حقك. الحين عشانك جيت خلاص صبرت. خلاص استاهل. البس مايكك وتعرف. بس زعلان عبد المجيد ليش؟ انا زعلان. بهذه الفرصه الجميله اقول شكرا يا اخوي راكان ما قصرت. الله يرفع قدرك. والله العظيم يوم شفتك جاي
هو طلع مع الطاقة طبعاً ما ضل. والله نزل فيها الباب عليك 5000 نقطة قلت نزل إبراهيم. الله يعني ما قدرت. الله يحفظك يا أبو سامي. الله يحفظك. والله إني أحبكم كلكم زي عبد الرحمن. والله جاي أبونا والله. الله يحفظك. الله يحفظك. والله إني أتابعكم طوال اليوم. يعني ما تغيبون عني الصراحة والله. أفرح لفرحكم. نورت يا عبد الرحمن. الله يسعدك. وأنا اليوم أقول له يا رب يجيبون أبوك في أقرب وقت. يقول أتمنى. الحمد لله الحمد لله. والله العيال ما حد يدري طبعا الا انا وانا علمت وليد اي زين اي نعم وجلسنا اللي قال احمد الفراج ابو عبد الرحمن عيني البؤبؤ عندي صغر زياده من كثر ما غمز اسكت ليش لانك تطقطق علي على الغامدي ربي ابتلاك يا عينك اي والله العظيم اي وابيهم يسكتون وانطلع على سلطان الامير لان سلطان الامير راقد ولز احمد الفراج هو احساسه ما شاء الله عليه لا لا هو حس شهاده لله يعني ما كنتوا تدرين انتم لا والله انا ما كنت ادري انت ما دريت والله وجهك والله ما ندري يا ابو وجهك والله لمنه متغير شفت انا قلت متور رجعت عيني في عيني اليوم الظهر اليوم الظهر سوى حركه يوم من اللي كان يقول يقرا علي انت لا انا الظهر هي 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 المغرب وانا المغرب 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 عرفت يوم قال تقول اقرا علي وما ادري ايش قلت يا ولد حاس هذا في شيء عنده انا طفشان اول مره يقولها عبد الرحمن فحسيت قلت لا يكون وصل الشيء عندنا وعلى من حريص ما يوصل شيء والله ابو عبد الرحمن عندنا نكهه خاصه تحس بالمتسابقين ابو معتز هذا اذا حس انه في واحد متسابقين متضايق اقسم بالله يغير مود الله يحفظك الله يحفظكم الله يسعدكم والله اني مستانس بكم الصدق والله يا مرحبا الله يحفظك وين عمر وين جاي جاينا شباب كلهم عمر لا عمر ترى تعبان حتى دخوليتي ما قدر يدخل معي فيها كانت عندي دخوليه بعد اخذها تعبان مره ما يكون عمل اليوم جيت وجار خير معنا شلون عمل من الفرصه الجميله ابو عبد الرحمن انك موجود هنا الله يحفظك ان شاء الله وانه يكتب العمل هذا وتدجينه بحضورك انت بعد وفي عموديتك وهذا مما يشرف وفي عموديتك كراكا عموديتي بحضورك انت ولا شيء والله نقول والله البارح البارح اثرتوا فينا مره الصراحه والله كانت والله كان عجيب البارح لا اله الا الله والله صراحه كانت ليله عجيبه الصراحه والله الهقوه من البرايم واحسن حاجه فيها السجده اللي مدري بدا الحركات عند الباب بدا صدقني اني ولي بك على الباب ولا والله اللي سجل ملي سجل عبد الرحمن عبد الرحمن سجل انا قلتها على لسانه وبيشتك والله لازم اقولها صادق دايم دعوه لنا الله يدخلكم الجنه الله تدري ايش انا اقول سجد يقول ابو عبد الله انت ايش سجدت قال تدري ليه ابو عبد الرحمن احساسه تراه وجود مشاعر متلخبطه احسنت لكن حس باحساس جميل ولا قدر انه يرتب اموره فسجد وافضل تعبير صراحه سواه الحمد لله أيوة. الحمد لله بس والله الصراحه تبون الحقيقه والله انكم مقدمين جهد عظيم يعلم الله قسما بالله وكيف الاصدار والله العظيم شيء ما يوصف قسما بالله في اراء سلبيه هذه لا تاثرون فيها ولا تضركم ولا صحيح والله واحيانا ترى بعض الناس يحرص دائما على السلبيات يبحث عن السلبيات ما يبحث عن الايجابيه ودائما يحاول مثلا انه يسبب الحزازيات بين المتسابقين يحاول ينشر الكلام هذا انتم والله انكم طالعين بصوره مشرفه يحصل الخلاف بينكم وينتهي في لحظات وانا اشوف احيانا اقول سبحان الله كيف ما شاء الله تبارك الله في هذا السن وقدرتوا انكم تتداركون هذا الخطا صحيح والله ما كان ما في شيء يعني ما كان شيء والمشكله تكبر يعني الجمهور يشوفها يعني ما نقدر نخبي على بعض تكبر المشكله قدام الجمهور لكن سبحان الله فجاه كذا اشوفكم الاثنين جالسين تسولفون واللي حصل بينهم اللهم الله العظيم والصراحه انكم تحلون مشاكلكم بينكم بين والله يبيض وجيهكم والله وتنافسكم شريف والله شوف انا اتابع برامج الواقع ترى من قديم لكن مجموعتكم والله ما هو مجامله من افضل المجموعات اللي جات مواهبا صحيح والله متنوعه المواهب وما شاء الله تبارك الله صحيح كل واحد يقول لا انا وبعدين سبحان الله يعني التنافس هذا ما ولد بينكم مشاكل وهذه نعمة كبيرة يا أولادي والله شوف يا أولادي كل شيء ينتهي كل شيء يروح ما يبقى إلا الأخوة اللي بينكم أخذت جائزة 100,000 ولا 200,000 ترى تنتهي كل شيء ينتهي لكن لما نزرع لي رجال في مدينة وأعرف إنه هذا صحيح والله أكبر صح والله هذا 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 المكسب الحقيقي والله أنك صادق فلا تجعلون الأشياء التافهة البسيط هذه تأثر عليكم يحدث الخلاف والله سبحان الله الإنسان المبادر بالاعتذار ترى يكبر في عيون المشاهدين كلهم صدقت والحمد لله يعني ما 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 صار بينكم والله ولا شيء لانه الان اللي طاغي ترى في تويتر والكلام هذا انه بانهم متحزازيات انهم منقسمين قسمين والكلام هذا والله يشهد الله اني انا اشوفه انه مو حاصل يحصل الخلاف يا اخي يحصل الخلاف بين الاخوان في البيت صح ولا لا صحيح لكن لكن انتم ما شاء الله تبارك الله كلامك يا ابو عبد الرحمن اللي حصل ما هم مشكله سوء فهم سوء فهم احسنت غير هذا كله زدت على كلام انت قلت نقطه مهمه بعد قلت ان الحمد لله ربي وفقنا في ذا النسخة وكلامك فعلا عين الصواب انا دائما اقولها والعوال بعد اكثر ما دائما يقولونها
ان اللهم لك الحمد ربي وفقنا في النسخ وفي الاشخاص الموجودين. نعم كان صحيح. كانهم جايين نقاوه والله صحيح. كانهم منقين نقاوه. الشيء الثاني يا اخي احنا في ترى الناس ينسون برا انا اتوقع ينسون ان احنا في مكان واحد ينسون احنا تحت سقف واحد ما انا قلت لهم ينسون احنا سرايرنا كل واحد يرقد مقابل 15 واحد ينام في غرفه ينسون ان احنا لنا 60 يوم يا اخي بتصير بيني وبين احمد الفراج اليوم مشكله مو طبيعي ان بكره تتطور يا اخي انا مو بعدو لي يا احمد والله يا راكان يحصل لك لكن يا راكان الشيء الجميل يا ولدي انه تنتهي فجاه كذا ما شاء الله تبارك الله يعني تخرجون من البث وفي خلاف وترجعون للبث ما في شيء طبيعي بيصير وهذا صفه جميله وهذا التنافس الشريف وغير التنافس اختلاف وجهات الله توفيق من الله لا هذا الاختلاف هو اللي بيننا صحيح والله دائما اذا صارت القلوب على بعضها نعم المشكله ما تاخذ وقت وتنتهي والله ما تنتهي لكن اذا صارت القلوب وبعدين اقول لك على شيء يا احمد يعني ان شاء الله اني اقولها شهاده حق كل المجموعه هذه والله قلوبكم بيضاء الحمد لله والله فعلا الله يعني ما تحس والله ما تحس واحد انه يكره احد ولا يحقد عليه يحصل الخلاف لكن ما شاء الله عليه صحيح والله تذكر الحمد لله صحيح بس هذا جنن ولدي هذا جنن ولدي يا ذا اللي مسبب لي نفسيه ذا اللي خلاه الشباب يقولون علي والله يا عمي ترى 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 اقول لكم شيء اول مره صرح فيه اول ما استلمت العموديه قال لي وليد هد العريش العريش هذا يا رجال سوى لنا مشكله كبيره لا والله ما قال انا بغيت اجي ترى بغيت اجي لا لا بغيت اجي بليله من الطايف جايين تدري متى نهد العريش انا اقول لك ترى قد انهد من بعد ابو سلطان ما قال ايش يا اخوي قروشتنا بالعريش عبد الرحمن حرم عدي الجديد انا يوم طلعت انا يوم عبد الرحمن نجلس العريش قال لا نجلس قدام العريش في العريش لا ايوه يا فهد انا يوم طلعت ظلمه متكلم توصلي على ابو لافي ايوه ايوه هذا عادل بن هيف راعي العلوم الطيبة اللي يقدم لك الضيافة الله يحفظك يوم انك تقول انتم ما شاء الله تبارك الله اسماء كل ابوكم قوية هذا هذا اللهم لك الحمد شيء لاحظناه فيما بيننا صدقني يا ابو عبد الرحمن وليه من اخواني مثل كان محمد سعد محمد السالم هو القوي اللي بالحالة نسخة مرة تنجح صحيح النسخة تنجح في كل الاسماء وبالتكاتف هذا مسرح ومثل تعال عندي هنا ومثل ما قلت الله يحفظك بالنسبة للخلافات خلافات تحصل تحصل في البيت الواحد فما بالك في منافسه وكذا هو في واحد دائم يبغى يصلح بينكم ويخربها الله لكن لكن سبحان الله لكن سبحان الله هذا الشيء اللي انتم يلي قبلنا اسستوه احنا مشينا على ذركم فيه انه اذا صار شيء ينتهي في حينه بيض الله اللهم لك الحمد والله بيض الله هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه طول العمر بيض الله وجهك هذه جايه من اسر منتجه تمام نبيكم تجربونها الان والاخوان في الكنترول راح يطلعون ارقام التواصل مع الاسر المنتجه اللي مسوي الطاير هذه على الشاشه الله يجزاك والله يرزقهم وهذا نعم دعم الاسر المنتجه اليوم هذا راينا كله ما يهم راي ابو عبد الرحمن نبي رايه هو الله يحفظك الله يجزاك ما تعطيني شنت على ذوقك ابد كله ان شاء الله طيب اليوم يومك عبد الرحمن الله يجزاك قسمت في حرم الجمال جمال يا اخي بغيت تحرقون عريشه كسرتوا سنه سويتوا فيه انتم دليتوا بالكبكات دليتوا بالكبكات لا في شيء ثاني بعد تحت الكواليس ايوه اكيد احاول فيه هذا اللي طالعنا على الشاشه احاول فيه ابدل اماكن انا مكان استراتيجي في السرير اقسم بالله العظيم يا ابو عبد الرحمن شوف ما حلفتني انا طلعت قبل 3 ايام ورحت اصور حلقه كذا استثنائيه كلمت امي واسولف معها قالت اعطيك الصدق قلت له قالت نص البرنامج ما اضحك معه ولا يعجبني الا يوم ابو لافي يقلد لهجتي الله يحفظك الله يعزك الله يطول عمرك الله يحفظها لك الله يحفظك قلت له العلم ابو لافي ما صدق والله ما شاء الله عليكم والله انكم صراحه اسعدتونا كثير يعلم الله ويعني مهما اوصف لكم ومهما اتكلم لكم عن محبه الناس لكم ترى هذا يعني والله والله نعمه من الله والله نعمه من الله ولا زي ما قلت قبل شوي اتكلم في الرادار اقول تروني يا اولادي والله الناس تلقط منكم صحيح والله صفه سيئه نايه في يلقطونها ويكون وزنها عليك صفه حسنه يلقطونها منك احيانا انت ما تلقي لها بال لكن الناس ينتبهون لها صحيح والله ترى يتابعونكم والله يعني متابعه دقيقه من يوم ما يبدا البث لين ما ينتهي البث هم معكم صحيح والله فتراكم انتم وعبد الرحمن هذه ضيافه من زميلنا اللي غادرنا الاسبوع الماضي بس الضيافه الاجمل اللي وراك بس خليه يسلم على عبد الرحمن اول شيء هلا سلام العنزي وبركاته مرحبا يا مرحبا هلا والله كيف اخبارك عبد الرحمن عساك طيب هلا والله هلا يومك كيف حالك عساك بخير طيب كيف صحتك كيف اخبارك عساك طيب هذه المفاجاه الحلوه حالك الله يحفظك والله توي دري انت الحلو والله كيف حالك عساك طيب كيف اخبارك استريح استريح انا بروح برجع كيفك يا مهند؟ والله بخير يا رب لك الحمد عساكم طيبين والله بخير ابشرك كيف امورك عساك والله اني احب ولدك حب عظيم الله يحفظك هذا هو تعال
الله يحفظك. تعال اجلس اجلس اجلس. قدم اللي عندك ابو لافي. هذا من سلطان العنزي اسمنا اللي غادرنا. ما شاء الله ونعم 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 سلطان ونعم والله بسلطان. سلطان الله يجزاه والله. والله دايم سلطان وافي. ترى جابوا فريق دعمك ارسلوا معنا اشياء. ما شاء الله. أنا ما تكلمت لأني إلى الآن أشهد الله أني ما أدري أنا في حلم ولا في علم. خضر والله العظيم. تعال 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 طيري طيري. هذه من عزوة حريميس فريق دعم. بيّن الله. الله يجمل حاله. خذ خذنا تكلم أنت. والله أنا لفظ ما تشيلني أشهد الله. الله يحييك أبو لاف. والله العظيم لأن 60 يوم والله الصراحة ما قد حصلت. والله والله جملت يا أبو لافي. والله يبيض وجهك الصراحه والله صحيح عيال عيال والله يم... خلا خلا دقيقه بضبط انا بضبط خلا هنا هنا الكاميرا هنا خلا خلا بس انا اعذروني تراني في معذور 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 خرجت تفتي المشاعر المشاعر ابلغ من الكلام يا ابو الديره يجيب الديره يقول خلاص ضاقت علي مره المشاعر والله ابلغ من الكلام دي والله عطنا شعورك بك يا ابو لا بس في حاجه كان يبغى يقولها وبعدين ما قالها على البث وليد قاعد هنا ودي ان قلت والله مصاري ايوه في حاجه حصلت وما قلتها ما ادري ايش هي تقول بجلس جنبك مني انا ولا من هو انت تقول له اسكت ما تقولها ايه وش هي والله ما ادري انا كنت بعرفها مهند بس ما قالوها احنا ما ندس على بعض شيء الله يحفظك الله يحفظك بالله ايش رايك الله يسعدك الله يحفظكم البعض والله العظيم اني والله تستاهل تستاهل من يتعنى لك ابو لافي والله اني مسؤول لكن يعلم الله والله ان نشوف حبه لعائلته يا اخي ما يزعل ياخذها بنا والله ما شاء الله انا ابي اسالك عبد الرحمن سؤال عيوني يا ابو جعلني في دعيلك عينك أنا ألاحظ حتى في تسجيلاتك الصوتية مداخلاتك حتى الآن تقول أبو لافي أنا بسألك من منظور أب إيش الفرق لما تنادي ولدك باسمه أو لما تنادي ولدك بكنيته التكني يا عادل وأنت يمكن ما شاء الله عليك مطلع التكني ترى حتى من أيام الصحابة كان موجود من أنه يكون الصغير يتكنى صح حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل أنه غير عرفت فالتكني من الصفات الطيبة ترى أنه الواحد يتكنى وأنه صغير فهو تكنى هو ترى ما أنا اللي جبته هو قال أنني قلت لا هو اللي ألفها وبعدين عندنا ما شاء الله الكباري الحجار الجبال كله مكتوب عليه ابو لافي ابو لافي ابو لافي يعني هو يكتب في الجدران هو يكتب في الجدران والله صحيح والله موجود ادعد ايام الجاهليه لاني اشعر بانك صديقه قبل تكون والده الله يجزاك والله العظيم اني صادق لله الحمد لله نقول دائما نقول دائما ان علاقه لي اكيد انها علاقه اخويه ما هي علاقه اب بابنه الله لانك دائما ما شاء الله تبارك الله هذا اللي بيوصل له والله انا حريص على متابعتكم كلكم والله والله العظيم كلكم ودخلت تابعت حساباتكم جميعها صحيح والله واعتبركم كلكم عبد الرحمن الله يرحمه اقول مرحبا انت رحيب المطلق مرحبا انت رحيب الحياه والله انا الارض ما تشيلني الله يسعدك ودي والله اعطوني خبر كان تلبست زبط لا يا شيخ والله اللي جنبي كم جلست برا جلست برا ساعه وشوي جلست برا انتظر جاني ابو معتز وتعرف الدخوليه حقتكم اللي ما شاء الله تبارك الله حرم والله والله ما ودي انك تعنى اشهد الله والله ما ودي بك 20 يوم وتيسر لك للعيال والله انه مجد وانا اعرف وانا اعرف ان توقيتي الان الوقت هذا انتم ما تبغون احد تبغون تنامون بس والله انا متوقع والله بالله توصحصحون دحين الا عقب البث بعد والله تشتاقون لهذه الايام وتذكرونها والله انك صادق انا احرص عليكم في شيء والله لا تفقدون بعض والله اقسم بالله احرصوا على بعضكم والله يا اولادي احرصوا على بعضكم انا لما اروح المدينه واعرف ان مهند هناك واروح الباحه ولا الخميس والرياض والله صحيح والله يا اولادي هذا اللي يبقى ترى هذه كلها امور دنيويه وتنتهي صح جائزة منافس تنافسوا ما حد يقول لكم لا تنافسوا واحرص على انك تاخذ الاول لكن ما اخسر خويي والله ما اخسر خويي تكفون تكفون احرصوا عليها والله العظيم ولد ترى طلعت بوديك برا دول برا لندن قالت لا ودني الطائف الله تحب الطائف يا مرحبا اعطيك مفاتيح اعطيكم مفاتيح البيت والله والله يا مرحبا والله يعتبروا لكم بيت في الطائف والله وانا والله شوفوني انا اقول لكم من الان واحضر عليكم لو اعرف انه واحد منكم جاء الطائف ولا اتصل جوالي جوالي ترى جوالاتكم عندي يوم خرجتوا في ال 24 ساعه ذيك جوالاتكم اكثرها عندي اخذت من ابو لافي صحيح والله واول ما يخرج واحد منكم من هنا ادق عليه مباشره كلمت الشهري وكلمت والله صحيح والله كنت بكلم مهند لكن بطلت ليه 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 رجعت فجاه كذا رجعت للبرنامج تدري المشكله وين وصلنا المرحلة مو بس حنا تعالفنا بعض
والله العظيم حتى اهالينا صحيح صحيح حبوا والله صح حبوا بعض والله صح. انا توني اكلم سلطان العنيزي اقول فعلا صرنا عائله واحده والله صح والله صحيح. البارح يعني صراحه تفاعلكم مع راكان الله يغفر والدته ويرحمها اقسم بالله حسسني انه راكان له 20 ام. اي والله صحيح والله العظيم اقسم بالله والله العظيم اقسم بايات الله صحيح والله يثلج الصدر وانت صادق والله. لكن قبل ما نتعدى في الكلام وقبل ما نروح الاول من الوقت اقول يا مرحبا والله مسهلا الثاني تكفى والله انت استوي كرامتك عندنا انا يا راكان الله يجزاك والله ما تقول كلمه الله يحفظك ما اسمعني 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 يا راكان اسمعني طيب اسمعني انا طعت راكان طعت نقول اسمعوني اسمعوني قلبه الله يحفظك والله يا راكان اسمعني اسمعني يا حبيبي اسمعني طيب اسمعني والله العظيم شوف ابو معتز قبلكم وابو عبد الله وكله سباقين كلهم سباقين كلهم اسمعني طيب اقول لك على شيء وانا والله انه يعني شوف هم على راسي وعيني لكن انا هدفي الجيه الاولى ترى لكم انتم والله صحيح والله اني جاي لكم وانا اسمعكم انتم قاعدين تتكلمون ابو عبد الرحمن ونبغى ابو عبد الرحمن يجي والله تعنيت والله شال الكلمه هذه حركت فيها وجيت اي والله فانا يا راكان اسمعني هذه الامور كلها خلي بعد البرنامج وابشروا والله ابشروا صدقني اقول لك على شيء من تربه الى القصيم شوفها كلها باذن الله تعالى يجي كل واحد في حلته يعلم الله والله العظيم فما يحتاج راكان الله يحفظك يا ولدي الله يحفظك ما يحتاج والله عيالي والله انك حق ابو عبد الرحمن والله العظيم اقولها لك والله ما يحتاج انا زي ما قلت لك اني لو امرك يا رب يا رب مرحبا والله خلاص انتم ترى اولادي خلنا نعطينا الرسميه خلنا ما في رسميه علمنا كل واحد وش تحب فيه وش ما تحب فيه والله احبكم كذا احبكم كلكم كذا والله ابو عبد الرحمن بنلف الكاميرا ترى ايوه اتكلم والله يا حبيبي يعني وش اقول لك ابدا من عايش ريالتي معكم اكثر مني ترى صحيح والله والله صحيح والله العظيم انه ما في براس هذا اللي مريحني والله والله لا والله عادي ترى والله ما في انا اطمنك بس يشهد الله يا بابا يا ابي يا الله يا ابوي والله خربتوه صار يقول بابا شوات تبرك في الريالة بعدين فين لحيتك يا ولد والله خربوني قال يا ولد لؤية لا يا سيدي اقول بس اطمنك والله انهم اخواني وانهم اطيب مني وانهم سباقين والله ما عندي شك والله ما عندي شك والله ما عندي شك يا ابو لافي والله والله يا انا والحاجات اللي تجي على الشاشه لا وش اترك الكلام اعرف الكلام هذا والله وهذا ترى اللي مسلمني هذا لا 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 عبد الرحمن الله يجزاه خير ما خليت يوسف بنيت جزان